جميل، التحية لكل المشاهدين الكرام في كل مكان، وتحية أكيد موصولة للفنان الجميل الطيب مدثر. على أجمل الأغنيات نعم وأجمل الألحان. أكيد بنتواصل معكم، وعدد كبير جدا من المبادرات في السودان، ودائما لما نتكلم عن المبادرات طوال بتجه سيرة الشباب، ولسه بنقول إنه السودان بخيره والشباب بخيرهم، وعدد كبير جدا من المبادرات اللي كانت زمان بتظهر ونشوفها في رمضان في الشوارع وفي الطرقات، لكن الآن المبادرات بقت موجودة في كل زمان وفي كل مكان، لأنه الشباب حس إنه الوطن هو محتاج ليهم، وحسوا كمان كل الناس لازم تتضافر ولازم الناس تقف مع بعض علشان نقدر نعبر بالبلد لقدام. ما بنعبر بالهتافات وما بنعبر بالشعارات حنبنيه وحنلونه وكذا، لا، حنعبر بهم لكن مع الفعل ومع العمل. بنسعد جدا يا حسام انه الليله يكون معانا داخل الاستوديو على الهواء مباشره للشاب الجميل الاستاذ محمد الكابي. محمد صباح الخير عليكم، مرحبا بك عبر صباح الشروق. اهلا وسهلا بك استاذ منذر، مرحبا بك استاذ حسام، سعيد جدا بالاستضافه، ان شاء الله تكون خفيفين ونزل على المشاهدين. اهلا بك كثير، سعيد في صباح الشروق. احنا اسعد استاذ حسام، والله الله يخليك. مبادره مشاريع متنوعه هي المبادره اللي بنتكلم عنها، واللي اطلقتها انت ومجموعه من الشباب وفريق العمل، زي ما بتحب تقول دائما انه انا بالضبط. وفريق العمل بالضبط. خلينا نعرف شنو يعني مشاريع متنوعه وشنو هي المبادره دي. مبادرة مشاريع متنوعة بدأت مبادرة على المستوى الفردي، مجموعة من المشاريع الإنتاجية، بعد كده اتطورت على مستوى الأسرة، فبدأ السؤال وين المانع أنه المبادرة تكون مبادرة شبابية قومية يستفيد منها كل الشباب، قومية في كل السودان، قومية في كل السودان. مبادرة بدأت زي ما قلت على مستوى الفرد، بعدها اتطورت وبقت مبادرة قومية. مبادرة مشاريع متنوعة هي عدد من المشاريع مختلفة الأنشطة. نعم. بنتكلم عن الصناعات، مختلف الصناعات، بالأعمال الحرفية، الأعمال اليدوية، فهي يعني كيف إحنا من لا شيء نعمل شيء. نعم. عايزين نصل، ما كل حاجة لازم تبدأ برأس مال، ما كل شاب درس يتخرج لازم يشتغل في الوظيفة أو المجال اللي هو دارسه، فكيف الشباب يقدروا يطوروا نفسهم من خلال مشاريع بسيطة، كيف الأسر تقدر يعني تتعايش وتخلق لنفسها مشاريع تقدر تحسن منها الوضع المعيشي، تقدر تملى بها وازع الفراغ اللي حاصل. فمختلفة المشاريع، منها صناعة وظيفات، كامل أنواع المنظفات. إحنا كان بدينا مشروع الحمد لله نجح وفعال، بنلقى كثير من الناس بدوا يسوقوا لمشاريعهم، طلعوا من الطاقة كنت بقول على طاقة سلبية، الحمد لله قدرنا نحولها من طاقة سلبية لطاقة إيجابية. نعم. كسرت روح الكسل والعجز اللي كان داخل الشباب، فحياة بسيطة جدا، كونوا مشاريع واستمروا. غير مشروع صناعة المنظفات، كان في مشاريع ثانية اتعملت؟ كان في مشاريع كبيرة جدا، كثيرة جدا اشتغلناها، المنظفات، صناعة مستحضرات التجميل، جميل. إعادة تدوير المخلفات، تدوير الكراكيب داخل المنزل. فالفكرة كانت من حاجة بسيطة أنا أقدر أعمل يعني حاجة. أعمل حاجة. نعم. أعمل مشروع. نعم. فغير كده كل مشروع إحنا مدعمينه بمشاريع بتخص الموارد البشرية. يعني بنطرح المشروع، بنقدم معه مشروع مساند، اللي هو مثلا بتكون دورة في تطوير الذات، دورة في دراسة الجدوى، في كيفية التسويق للمشروع نفسه، فبنتيح كل الفرص اللي ممكن عن خلالها يتطور الشاب. معناه هنا ثقافة التدريب ما غايبة، مع كل مشروع يقدم للفرد يجي ثقافة التدريب ويشيل معه حق غايب عشان ما ينجز المشروع ده باحترافية. بالضبط بالضبط. من كثير من العوامل اللي كان ساعدتنا اللي هي الشباب كان غايب عليه فكره
انا ممكن اعمل حاجه يعني ممكن افهم المنتج او اصنع منتج، بس كيف اقدر اسوقه، كيف اقدر يعني اطلعه للناس، يعني كان في الحياه دي. والتسويق مهم جدا يعني، التسويق كان مهم جدا بس غايبه على الناس انه انا كيف اعمل حاجه. فثقافه التدريب جاتنا من هنا. عشان اطرح مشروع، قبل ما انا اطرح المشروع لازم اقدم كيف انا اقدر اسوقه، كيف افهم الشاب ده. يعني قبل ما ابدا فكره مشروع ابقى انا دارس كيفيه التسويق، ابقى انا دارس عارف حاجه اسمها دراسه جدوى للمشروع، انا ابداه كيف على اساس انه اصل للحاجه اللي مطلوبه. فالحمد لله المشروع ماشي كويس الى حد ما، مرضي تماما بالنسبه لنا. وبدا من ولايه الخرطوم، حاليا احنا في 13 ولايه. وهذا السؤال، انت أيوه؟ تكلمت عن انه المشروع او هدفكم من المبادره انه يكون المشاريع المتنوعه دي قوميه بالضبط. بدايه في ولايه الخرطوم، فعليا وصلت ل 13 ولايه، والطريق ده كان كيف؟ ما هي حاجه صعبه؟ طيب فعليا احنا وصلنا ل 13 ولايه. الموضوع بدا فكره بسيطه جدا، كان التحديات اللي مواجهانا انه ما عندنا يعني المقر ما كان فيه، فخلقنا مقر او مقرنا كان عبر السوشيال ميديا الواتساب، كان ايوه الفيسبوك، كانت مجموعات احنا بنقدم الورش والدورات التدريبيه عن طريق ريكورد. يعني الموضوع بدا بسيط جدا. بعد كده لقينا القابليه من مختلف الولايات، هم طلبوا احنا حنكون مجموعات. فكمان في تحدي اخر انه كيف نصل للولايات، وصلنا نفس الفكره جروبات بمسميات الولايات المختلفه. تمام. بعد كده بدات تجينا دعاوي من الولايات، يعني احنا مجموعه مشاريع متنوعه مثلا الولايه الشماليه، فعايزين نكون جروب. فبدات الفكره انه احنا بندرب مدربين على اساس انه يواصل الفكره كل تيم في الولايه المقصوده. يعني الحمد لله وصلنا ل 13 ولايه، والموضوع متواصل باذن الله تعالى. جميل، ربنا يسهل. الحاجه الحلوه اللي ذكرتها انه شباب الولايات هم بيبادروا لكم، انهم هم عايزين يدخلوا معاكم وهم عايزين يعملوا جروبات، بعد ذلك بيجي دوركم انتم في مساله تدريب المدربين علشان ينتشروا في الولايات. تدريب المدربين بالضبط. جميل. الحاجه دي كانت سهله انه توصلوا للشباب على النطاق الواسع ده، سواء كان في ولايه الخرطوم او حتى في الولايات. يعني الشباب طوال كانوا مؤمنين بالفكره دي، ولا طريقه الاقناع كانت طويله وكان في مشاكل؟ بالعكس، الموضوع لقى ترحاب بصوره جيده. احنا حسينا انه الشباب كانوا مستنيننا، كانوا مستنين منتظرين المبادره. فدايما المواضيع دي، ما انا براي، ما محمد كامل اللي هو عمل، احنا فريق كامل متكامل. جميل. كل واحد عارف دوره، كل واحد قادر يوصل الحاجه اللي عليه بطريقه خاصه. ولقت اقبال كبير من الشباب. على فكره ما الشباب بس، احنا الشباب يعني الفئه المستهدفه شباب بصوره خاصه، بس احنا حاليا معانا الحمد لله سيدات بيتجاوز عمر 60 عام حاليا، متدربات ومدربات. يا سلام. تمام. وكده حتى على المستوى الوظيفي معانا كميه، بتذكر كان عقيد شرطه معاش، فبدا مشروعه من خلال مشاريع متنوعه وبدا يسوق له. يا سلام. فالموضوع مستهدف كل الفئات العمريه. كل شرائح المجتمع. لو عاوزين نستهدف منذر او سفيان في كنترول، شنو المشاريع اللي بترشحها لهم عشان ما طوالي يقوموا يتدربوا عليها ويمشوا عليها في المستقبل ويسوقوها وينجحوا؟ دي حاجه مهمه بقى يعني. طالما فيها انا. استاذ منذر، انا عايز مدرب. مدرب عالي. ايوه. ما كبيره شويه عليه. كلام زدك. اما سفيان، انا عايز في تدوير المخلفات لانه اشتغلت معاه كثير. كراكيب. تحيه لسفيان. تحيه لي استاذ سفيان، استاذنا واخونا الكبير. وتحيه كمان لكل يعني من ينتمون للمبادره داخل ولايه الخرطوم وفي كل حدود البلد الجميل السودان، في كل ولايات المختلفه. يا حسن بنحييهم كلهم. طيب
لما نجي نتكلم على التحديات بتواجهتكم معضلة بتاعت ما في مركز ما في مقر للعمل. السوشيال ميديا بيجت لكم بيئة خصبة جدا عشان ما تحقق لكم الانتشار الكبير، ودي واحدة من فوائد الإيجابية إنه نحن نتعلم من السوشيال ميديا ونقدر نقدم من خلاله مبادرات، ودي بشيء مهم جدا يعني دي براحيز ممكن تدرس للكل كيف نستفيد من السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عامة. الآن النظرة هل اتوجد مغر ولا لا خلاص المشاريع كلها هتشتغل وتمشي على السوشيال ميديا؟ لا أنا ذكرت إنه هي بدأت عبر السوشيال ميديا فكم من التحديات هو عدم المغر، فالحمد لله يعني أنا بشكر جهات كثيرة، مركز شباب الربيع، كلية الإمام الهادي، المدارس والاتحادات على مستوى الولايات، ديل الناس اللي لما شافوا الفكرة ويعني اقتنعوا بالفكرة بعد كده قدموا الجهود وقدموا المساعدة، دعمونا بالأماكن اللي احنا ممكن نقدر نقدم فيها المراكز. فاحنا بدينا بالخطوة الأولى اللي هي كانت عبر الريكورد الواتساب، بعد كده بدينا نصور نشتغل أونلاين مشاريع بتاعتنا. الخطوة الجاية إن شاء الله ودي مدعو الله كلكم إن شاء الله منذر صورة خاصة يعني قدمك لنا أستاذ حسام، الخطوة الجاية إن شاء الله هتكون عبر المراكز. مراكز حاليا جاهزة هتكون تدريب عملي بكل المشاريع. إحنا حاليا عندنا أكثر من 17 مشروع كلها هتدرب عملي بإذن الله تعالى. في الأسابيع الجاية هتشوفوا مجهود جميل ملموس جميل، والشباب جاهزين يعني المتدربين متحمسين للموضوع الحمد لله. اللي عايز أقوله إحنا بدينا بفرد اللي هو بدأ محمد كابي بنفسه بيدرس في الموضوع، مرت الموضوع على الأسرة. مشاريع متنوعة اليوم بتضم أكثر من 2500 شاب ما شاء الله، مشاريع متنوعة اليوم أكثر من 2500 شاب. فبنوجه كبير صراحة. أنا بصراحة كنت عايز أسأل يعني في البدايات من وين كان بيجي الدعم المادي بالتحديد وكيف كان بتسير أمور المبادرة، لكن الآن بعد ما قلت 2000 وكذا فرد يعني الدعم ذاته ولا في جهات معنية يعني بتدعمكم؟ الدعم كان دعم اللي جانا دعم لوجستي يعني مشكورين كل الناس اللي دعمونا معنويا بأفكار وبآراء، بس ما كانت في جهة بتدعمنا دعم مادي. كل الدعم المادي كان مجهود خاص مجهودات خاصة عبر فريق العمل وهي كانت الفكرة. يعني احنا لما بدينا ما بدينا الموضوع يعني بمقابل مادي، احنا بدينا المشروع زي ما احنا استفدنا كتجربه فرديه نقدر بالطريقه اللي احنا استفدنا منها الناس كمان تستفيد. يعني المبادره طوال الفتره الفاتت دي كانت نقدر نقول انها كانت مجانيه ومتاحه لكل المشاركين ولحد الان ان شاء الله هي مجانيه ولكل المشاركين باذن الله تعالى. طيب المشاريع الكثيره اللي اتعملت في الولايات وفي الخرطوم يعني بعد اكتمال المشروع بتتم متابعة المشروع من أفراد معينين ولا لا بس المشروع يتعمل بعد ذاك حيمشي برا؟ لا بتتم المتابعة، احنا يعني تلفوناتنا فاتحة لكل المدربين بنعالج أخطائهم بنصحح كما بنشجع المشاريع اللي تمت. غير كده كل اللي أي استفسار أي صعوبة واجهت المدرب بيلقانا، لو ما انا استاذ حسام لو استاذ حسام استاذ يعني متاح التيم يعني. موجود متاح لكل الناس حتى بعد الكم الهائل ده احنا عندنا جروبات احنا اونلاين 24 ساعه عشان جميل. نقدر نرد جميل. على الناس عشان جميل. نقدر نساعد نشيل روح الكسل. احنا قدر ما احنا قريبين من الناس في طاقه شغاله، احنا ما عايزين نوقف المجهود ده بالعكس. والحمد لله كل متدرب حاليا هو مدرب ويشرف على مجموعه جميل. يعني عندنا مجموعه في شمال دارفور متدربه بدات الليله هي بتدير اكثر من 150 متدرب ما شاء الله، فدي حاجه الحمد لله يعني انتشار كبير جدا. واهم شيء في الموضوع انه المشاريع متاحه للكل وهي مجانيه هي مجانيه وانت بتجي تستفيد يعني تتعلم شيء حتى لو ما عاوز
تسويغه انت مشوفه في المستوى اللي بيقول لك انت كصنعه بالضبط. مثلا المنظفات الصابون الحاجات زي دي في البيت انت ممكن تستفيد منها فايده كبيره جدا، فدي اهميه كبيره جدا لكل الشباب والشابات برضه. اكيد حاليا الناس متابعه الوضع الاقتصادي، انا يعني ربنا يصلح الحال، بس احنا ضد فكره انه احنا نرمي كل اللوم على البلاد على الكلام. لا اللي احنا اللي احنا بنسمعه. الشباب اكيد عندهم دور كبير في الموضوع. ايوه احنا عندنا دور، احنا يعني بنقدر نساهم في 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 مثلا محاربه الغلاء، بدل ما انا اشتري المنتج واجي اشتكي من سعر الغلاء، انا ابقى متعلم كيف اصنعه، كيف استفيد من الحاجه من غير ما انا اشتكي. فده ده 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 جزء من الحياه اللي نقدر نحقق شعارين، وبعد بشعارين متنوعه ثاني المنظفات وصابونه وحاجات كثيره جدا، حاجات كثيره جدا ان شاء الله. 17 مشروع باذن الله، عايزين نصل لصنعه في السودان قريب باذن الله. جميل. طيب من ال 17 مشروع دي اكيد بيكون في مشاريع بعينه يعني وجدت راو وعملت ضجه كبيره يعني وعملت نجاح كبير، شنو من المشاريع اللي كانت اكبر نجاح يعني؟ هم كلهم ناجحات اكيد طبعا الحمد لله. المشاريع اللي كانت هي شوية صعبة هي صناعة العطور. يعني أنا تفاجأت بأنه مثلا الخام سعر الكيلو في السوق بيتجاوز 3000 جنيه. الكيلو الواحد، الكيلو اللي هو الخام الزيوت العطرية بيتجاوز 3000 جنيه، فأنا ممكن أصنعه بتكلفة ما بتتجاوز ال 600 جنيه. يا سلام جميل. تمام. فالحمد لله مشروع صناعة العطور لقى رواج كبير، الناس بدأت وعندنا ناس يعني مشاركين عبروا في 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 صناعة العطور من المشاريع المميزة اللي أنا شفت نجاحها، التمست نجاحها على مستوى المشاركين. إعادة التدوير كمان دي حاجات بسيطة جدا دي ما بتقيف طبعا، ما 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 ما, ما بتقيف يعني انا من حاجة بالية اقدر اعملها لحاجة جميلة ممكن نستفيد منها بالضبط. صناعات كثيرة ماشية ان شاء الله الغادم جميل. هي دي كل ما يصف في مسألة الانتاج والانتاجية، ده بخليه طالب نشير انه اهمية انه نغرس روح الانتاج والانتاجيه في كل شبابنا في السودان عشان ما يكون ده ديدنا كسودانيين، ونصل زي ما قلت انت لصنع في السودان، ده الامل بتاعنا في المستقبل القريب. عندنا 17 مشروع كلها تنزل على ارض الواقع من مستوى الفرد الى مستوى الجماعه البسيطه الى مستوى السودان. يعني الان انت بديت واحد بقيتوا 2500 في 13 ولايه، ده انت شهر ما شاء الله يعني الحمد لله شهر مميز جدا. الشراكات ذكرت انه في شراكات من خلال المراكز المختلفه، اشرت لمركز الشباب الربيع وكليه وما الى ذلك. الشراكات الثانيه يعني انا عارف الان انكم بتحضروا مثلا لكورسات للغه الصينيه مع مركز مثلا معين، خلينا نتكلم مع شركاتكم الاخرى وتفكيككم الجاي والمفاجات الجايه شنو للناس. المفاجات الجايه ان شاء الله يعني فتحت المراكز، انا ببشر. جميل. يعني بحيي كل متدربين مشاريع متنوعه. الحاجة اللي عايز ابشر بها انه حاليا على ام درمان بحر الخرطوم عندنا 3 مراكز في كل منطقه. الشراكات مركز شباب الربيع يعني انا بقدم التحيه للاتحاد الاتحاد الرياضي السوداني الغوص والسهم، من اكثر الناس المشجعين للفكره، وحاليا قدموا ما قدموا يعني من دعم لوجستي، ويكفي انه وفروا لنا المركز على اساس انه تتقدم من خلاله الدورات. غير كذا في شراكات عبر جمعيات خارجيه، فهم اللي تكفلوا بتقديم المواد اللي احنا بنقدر اللي احنا حندرب عليها المتدرب. فالفتره الجايه فتره تدريب عملي، نعم. محتاجة جهد، محتاجة تمارين أكبر، وما بنكر إحنا يا ريت نلاقي أيادي وطنية. أنا متأكد يعني الخير فيه وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة. نعم. أكيد في خيرين كثير، بس محتاجين الشباب تشاور على حاجة وهم يبقوا داعمين. نعم. بالنسبة لها، فبإذن الله مفاجآت كثيرة جاية وشراكات كثيرة جاية.
حاجه دارنا والهلال انه استاذ حسام حيدر من اكبر الداعمين للمشاريع المتنوعه، احنا بنقدم له التحيه من هنا. هي مشجعين بس يعني لا داعم و عنصر اساسي والله في مشاريع متنوعه. محمد كابي، الرساله لكل الشباب في السودان، لكل الشباب اللي مكسلين شويه كده وقاعدين وحاسين انه ما قادرين يعملوا حاجه، ما قاعدين يستثمروا افكارهم، الافكار في لكن طريقه تنفيذها بقى صعبه، فرساله لكل الشباب اللي بيشاهدك الان عبر قناه الشروق. والله انا بتذكر عندنا خالنا العبيد محمد احمد، له التحيه من هنا. له التحيه. ف انا حفظت منه بيت شعر وانا عمري 5 سنين اللي هو لا استسهلن الصعب او ادرك المنى فمن غادت الامال الا لصابر. فانا بنصح الشباب ورسالت لهم انه ما في حاجه صعبه، يعني كل الموضوع جد ومثابره صبر. فما شرط يا شباب احنا نبدا بشيء، ما شرط انا خريج اقتصاد لازم اشتغل في 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 بنك او لازم اشتغل في وزاره الاقتصاد، احنا نتعلم. جميل. يعني الرساله فيد واستفيد، انت اتعلمت شيء قدمه للناس. نعم. فده نجاحنا هنا. نجاحنا انه الناس تتكافل. يا ريت يعني حتى المستوى يبقى ابعد من النطاق المحلي، يعني لا. شباب، في شباب كثير احنا تعرفنا عليها وتشرفنا بمعرفتهم على مستوى الولايات، استفدنا منهم، احنا دخلنا عشان نستفيدوا، لقينا احنا مستفيدين منهم بصوره اكبر. ف ينزع روح الكسل، يعينوا للسودان بصوره ثانيه، خصوصا الحمد لله الاوضاع تغيرت كثير، وربنا ينعم على السودان دائما بالامن والاستقرار والسلام. امين. انا داير اتسال برضه يا منذر لو سمحت لي عن واحده من المسميات اللي هي منظمه اصدقاء بلا حدود، واللي هي تمخضت وجاءت من رحم هذه المبادره، مبادره مشاريع متنوعه، خلينا نتكلم عنها شويه. اصدقاء بلا حدود هي منظمه نقدر نقول على وليده او حديثه المنشا. أصدقاء بلا حدود هي جاءت الفكرة بصراحة من الولايات. استقبلنا كثير من المكالمات من ولايات دارفور، شمال كردفان. احنا يا جماعة عجبتنا فكرة مشاريع متنوعة، فعايزين نلم معاكم، عايزين كيان يجمع الولايات دي كلها. تمام. مشروع قومي. بدأت فكره انه احنا حننشئ منظمه سميناها اصدقاء بلا حدود. احنا فعلا صرنا اصدقاء بلا حدود. جميل. فمنظمه بتعليميه في المقام الاول، مستهدفه الشباب بصوره خاصه جدا هنا في المنظمه. الفئة كمان اللي احنا عايزين ان شاء الله حنشتغل عليها، انا ما حقولهم مهمشين ولا مشردين، بس دايما انا بسميهم محتاجين يعني يد العون مننا، يعني حنشتغل على الفئة دي بإذن الله، وحنقدر كيف نطلعهم من الوضع اللي هم فيه لوضع افضل عن طريق المشاريع، عن طريق الدورات العلمية اللي احنا حنقدمها لهم. نعم. تطوير ذات، شغل بتاع تنمية بشرية، الحمد لله في مراكز كثيرة، مراكز الإرشاد النفسي واقفة معانا في البرنامج، وهيئوا لنا كوادر حتقف في الموضوع. جميل. فالغادم بإذن الله أجمل وأجمل. محمد يا أخي ربنا يوفقكم وشكرا لك يا أخي. تسلم، ألف شكر. شكرا لكم أنتم أستاذ منذر. الله يخليك. رسالة